الله الرحمن الرحيم. أنا عمي جهاز استورد ليزر 20 واط، آخر ليتس فيرجن فشركة إسماعيلية اتصال مع لا وحدة لا يمكن أنت موجود وقت في الأوان بيالخير. بس أريد بلاستر هوني جوزاي وبلاستر هوني قمت صباح اليوم بافتتاح جهاز الليزري لتفتيت الحصى. هذا الجهاز الذي يعتبر من الأجهزة المتقدمة جدا في العالم، حيث قامت أبطال دائرة الصحة نينوى أبطال الموصل باستخراج هذا الجهاز بمشاركة الكوادر الهندسية والمنتسبي باستخراج هذا الجهاز من تحت الأنقاض من الجانب الأيمن المجمع الطبي المدمر، حيث قاموا بتفعيل هذا الجهاز. تقدر قيمة هذا الجهاز بحوالي 100 مليون دينار، والآن الجهاز يقوم بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتفتيت الحصى في المثانة والحالب. فأقدم شكري وتقديري لأبناء دائرة صحة نينوى والكوادر الهندسية والجميع المنتسبين الذين مصممين على تقديم الأفضل ومصممين على إعادة المؤسسة الصحية في محافظة نينوى. باسمي وباسم جميع الكوادر الهندسية نعاهد أهل الموصل، نعاهد جميع أبناء المدينة على أننا عازمون على تقديم الأفضل وعازمون على إعادة الحياة الصحية والطبية والخدمية لمحافظة نينوى. وسوف نقوم في الأيام القليلة القادمة بنقل هذا المكان، نقل مستشفى الجمهوري إلى الجانب الأيمن لمدينة الموصل، ونحن الآن نقوم بوضع اللمسات الأخيرة لتهيئة موقع البديل، نقل مستشفى العذبة الميداني ونقل مستشفى جي آي زد الألماني إلى الجانب الأيمن من مدينة الموصل، ويكون مستشفى جراحي ويقدم الخدمات العلاجية والجراحية للمدينة، إضافة إلى افتتاح مركز البورت في هذا المكان. أقدم شكري وتقديري إلى جميع من ساهم وشارك، وأقدم شكري وتقديري إلى معالي وزيرة الصحة والسيد محافظ نينوى للجهود والدعم المستمر اللامحدود. ألف ألف مبروك لأهالي محافظة نينوى، ألف ألف مبروك لكوادر الصحة في عامة في دار صحة نينوى ومستشفى الجمهوري. وأقدم الشكر الجزيل للدكتور نشاط الخياط مدير مستشفى الجمهوري والدكتور زيد الطائي على ما قدموه من خدمة كبيرة لأهالي هذه المحافظة، وشكرا.